ثاني نهار بقضي فيه كان جنبي شخص من بيت المصري من حماه، من حماه المديني. شو اسمه؟ ما بتذكر والله للأسف، بتذكر من بيت المصري لهلا بتذكر كنيته. فأنا قاعدين نحن على بلاطة، هو جنبي، نمت أنا طبعا نومت مع بلاطة بقى، بس بتفيق مرتكي على رفيقك مرتكي، فهو مرتكي علي وأنا فقت، قام أنا دفشته شوي بكتفي قلت له قوم جلس، وقت دفشته هيك قام قلب، قام قلت له فلان والله نسيت اسمه، طلعت هيك العمى شو هذا ميت، قام قلت له للشاويش أبو إيش والله كمان نسيت ندير بعلبي كان يشتغل لحام. قلت لك هذا الزلمة مات، قال لي ايه تمام شيله انت واللي جنبك على البطانيات. انا هون يعني انه يعني عم يتعاملوا كأنه شيل هالباكيت، لك يا الله انسان مات يعني جنبك، قال شيله حطوا بيهم مثل البطانيات. هاي اول ما ندخل من 215 على اليسار في غرفة اسمها البطانيات بيقولوا لها. المهم شلته انا والشاب اللي جنبي من طيبة الامام، شلنا ورحنا أنا ويا يعني جدد الساع كمان، هو كان قبلي بالأربعة عشر بس ما صلوا زمان الساع ما بيعرف ترتيبي، رحنا على غرفة البطانيات شايلينه، ولا هي كمان غرفة ما تتجاوز أربعة بثلاثة، ثلاثة ونص بثلاثة ونص تقريبا، كلها جثث، كلها جثث ناس يعني ميتة. المهم كان في واحد سجين على الباب، قلنا له هذا الزلمة ميت، قال ماشي زدته جوا. أشنا وين نزلتوا جوا يعني، يعني العالم يعني أنت عم تزت جثث فوق جثث، قام قال خلص زدتوا جوا. دخلت أنا والشاب عم نزدتوا جوا، قام في واحد متشط يعني بقلبه إنه عساس ميت عم يعمل، قام أنا قلت له لك ليك هذا طيب، قال لي هلأ بيموت. تقريبا هاي الغرفة كم جثة بيدخلها كل يوم؟ كل نهار وقت بدقوا الباب وبيعطوهم البطانيات بيطالعوا كانوا شي 30 35، أحيانا إذا كان في زركة على التحقيق بيطالعوا أكثر، بس لا يقل عن 30، لا يقل عن 30. 30 جثة؟ ايه هاي يوميا يوميا يعني. قلت لك وقت بيكون في زركي في التحقيق يعني بيكون في عالم كتير مساجين وبدهم يخلصوا، فانه عادي يعني خلاص اكتر بجوز احيانا 50 توصل اذا كان في تحقيق كتير جاي جنازير من مختلف الاماكن. ليش سموها غرفة البطانيات؟ لانه بيشيلوا الجثث في البطانيات العسكري، بيحطوا طبعا البطانية نفسها مو بطانيات يعني، المساجين هذا على الباب واحد ثاني بيحطوا ويشيلوه في البطانية لفوق، بيزدوه بسيارة وبيرجعوا بالبطانية نفسها هيك ليخلصوا الجثث كله. انت كنت تنقل جثث على السيارات؟ انا لا ما 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 بيصير، كان الشاويش اللي على الباب بيوصل الجثث على الباب وكانوا عساكر يشيلوا يكملوا لفوق على السيارة.